جوليا يلا فوتي لجوا لحقتك. عزيز نحن لازم نحكي. ايه ماشي منحكي. بعرف مو وقتها بس انا ما بدي اطول. قصدك موضوع كتب الكتاب؟ منيح اللي فتحتيه وانا حابب احكي فيه. انا رح بلش بالاجراءات القانونية. انا مو هذا قصدي. انت بتعرف منيح نحن ليش تجوزنا. كنت مضطر توافق قدام امي بس. هذا رأيك بس هذا مو رأيي. انت ليش ما عم تفهمني؟ انا وياك مستحيل نقدر نكون لبعضنا. انت ضابط بالجيش وانا بنت رجعية. لهالدرجة حكي الناس مهم كتير عندك؟ انت شو رح تقول لأمك وأبوك؟ ما بقدر أعملها أبدا. يعني انت رح ترجعي بوعدك لأمك؟ لا مو هيك بقصد، بس هذا اللي لازم يصير. اصحيك تحكي معي هيك. انت رح تنأذى معي كتير. انا بدي ارفع دعوة على الضابط قدرت. شو هالدعوة إليف؟ مو كتبتي رسالة للزلمة؟ على القليل استني ليرد عليكي. ليش إذا رد أمي بترجع يعني؟ أمي ماتت يا عزيز، ماتت. أنا خسرت كل شيء بسببه. لازم يدفع الثمن غالي. بدي كل العالم يعرفوا حقيقته. وأبوكي؟ لو إلي قيمة عنده كان خبرني بالحقيقة من زمان. كان ضمني لحضنه واعتذر مني على اللي سواه معي. كان قال لي إنه أنا كذبت عليكي وإنه أنا دمرت لك حياتك. شو بيعرفني كان قال لي أي شيء؟ بركي وقتها كنت مشيت بطريقي، بس هلأ تأخر الوقت. أمي خلص ماتت بسببه لهداك الزلمة. أنت لا تتدخل لأنه ما بديك تتأذى بنوم. ليش؟ ليش عم تعملي هيك؟ ليش؟ إليف أنت بتحبيني كمان؟ كبرتيها لأمي وبلشتي بتطبيق الشباب؟ جوليا بترجاكي لا تختبري صبري، لا تخليني أغلط معك هلأ. عن جد؟ ليش مو غلط تحكي مع أولاد العالم؟ وبتعملي لي حالك مؤمنة على راسي؟ بس لا تفرحي كتير، ما رح يتزوجك لأنه أمه لقت له وحدة. شو صار؟ انصدمتي؟ انتي من وين بتعرفي؟ دارسة اقتصاد وكانت برات البلد. قلت لك انتي شو عرفك؟ لأني بشتغل عندهم. شو هالحكي؟ ترجيته لعزيز، قلت له أهلي بالسجن وضليت بالشوارع وفورا لقالي شغل. لك انتي شو عملتي؟ ما عندك عزة نفس أبدا؟ ليش يعني؟ عم باخذ مصاري بتعبي وما عم بشحد من الناس مثل حضرتك. جوليا لا تخليني جن هلا. عيطي قد ما بدك، هي الحقيقه. نحن يا دوب خدامين لإلهم. بفهمي الزلمه عم يشفق عليكي. هاي شفنا ضغطك كمان وما فيك اي شيء. كيف ما فيني شيء؟ شو عم تقول؟ لو انك تعرف حالتي، كأنه حدا فوت ايده جوات تمي وقاعد عم يحرك ايده هيك جوات بطني، ذبحني وعم يعصر لي قلبي وعم يكمش الكبد والكلاوي عم يقرصه. خلص ماشي، هلا بنعطيك شيء يسكن لك الالم وبترتاح. هدول رح يرجعوني على السجن، انا لازم اهرب من هون بسرعه. Thank you.
لازم أبري. يا الله دخيلك يا ربي، وينك يا ابني؟ والله أنا رح موت هون، ما في دواء لهالوجاع. يا ربي يا ربي دخيلك يا ربي. يا بضاي قرب لعندي لشوف، قرب قرب. شو مقاس وعي؟ شو عم تقول؟ شو عم قول؟ اسمعوا، لا أنا رح أهرب، رح أهرب. أنت من أي منطقة؟ أنا من منطقة شركدة. أولاد عمومي ساكنين هنيك، وكل فترة بروح بعمل لهم زيارة. ابني لو سمحت ممكن تقسلي ضغطي؟ أنا مشغول، هلا ببعث لك شيء من مريضة. صار لي ساعة عم بستنى وما حدا إجا لهون. استني كمان هلا بيجوا، ما رح يهربوا. لو سمحت ساعدني. لك عمرك 70-80 سنة، وإجيتي علقتي على راسي بالضغط تبعك، روحي على بيتك وارتاحي، شو هالعلقة يا ربي؟ المسجون عم يهرب. يا الله بعدي هيك لجوه. وقف لا تهرب.